الذي نقدم فيه مولودا جديدا في الفكر اللساني العربي باعتباره ترجمة لكتاب مهم جدا صدر منذ عقد أو يزيد باللغة الإنجليزية، وفيه يؤسس صاحبه لمبادئ نظرية شاملة قامت عليها ما سماه بالنحو العرفي، وهي نظرية منافسة للكثير من النظريات العالمية، وقد مثلت طيارا كاملا الآن يلتحق به الكثير من الدارسين في اللسانيات العالمية، ونرجو أن يكون لبنة مهمة في البحوث اللسانية العربية، عسى أن يستفيد منه الشباب والدارسون من الاختصاص ومن غيره.